بكم. عندنا سما هنا درنا نقطة بيع المواشي الأضاحي العيد المتكونة في سوق الخضر والمواشي الخضر والفواكه بمدينة عيد البيضاء. مرحبا بكم، تفضلوا، كل الأسعار متوفرة من الزوالي كل عيد من 2 مليون ونص حتى 6 مليون ونص، حاجة فورمة 6 مليون ونص. تفضلوا كل خير كاين كما راكم تشوفوا، كل شيء مريضي، السلعة فاكسينة، كل شيء تما كاين. كما تشوف ها كيما السلعة الشينة هذه كاينة من 5 حتى 5 ونص، مخير السما فور ما فاتش 5 ونص، بخمسة بخمسة ونص بربعة ونص كاين السلعة من السما. دوك نزيد نعد السلعة رقيقة من هي ها من 2 مليون ونص السما. السما درك السلعة هذه الخشينة منين تبدا؟ تبدا من 4 مليون ونص حتى 6 مليون ونص السما. الحاجة الفور أخر ما فاتش 6 مليون ونص، حاجة أخر. أو عندنا السلعة اللي تباعت الإنسان اللي يشري بعد ما يخلص لمات اللي يعرف يخلي هنا كلش في الضمان، فاكسين يا طبيب السرتافيكا كلش مريض، ماكلة شعير كلش ماكلة شعير. ها تصور شعير ها كيما هذا بقداه سومته؟ هذا 6 ملايين. ماشي. كاين خشن منه شوي 6 ونص، كاين 5 ب 4 ونص 5 ونص. في متناول الجميع، اللي يجيب ربي ما يندمش يشري ولا باس بربي يشري. ماشي. الكريم داين وهذه تسمى سلعتنا تربية يدينا ماشي. ها الخروف برك تاع السماء، السماء هذا كامل خروف. يا عم الله عام هون فوق كاين شنو عندي هون كذا ما يعجبنيش الروح. ها نور جاية ها الخروف برك ها ايه. ها الخروف ثري ثلاث ها كل شي صافي ليها ما شاء الله. سما الشتا انت مشتنا شتا تاع ولاد الرجال لو زن طويله وزين كل ياكل حاجه تاع الوطن ماهيش اللي زاد ما يضربش غير كيما هنا. هذه هنا سلعة رقيقة، هذه اللي محدودة الدخل، كل نجم يشري، هي واحد نجم يشريها، وحاجة تسمى فايتة لست شهور، تجوز العيد وكل شيء، فهمت كيفاه؟ ها، 2 ملايين ونص، 3 ملايين، 24، 27، الزوالي كل بإذن الله يعيد، بربي إن شاء الله اللي يجي هنا يروح فرح، بربي إن شاء الله. ها، مروك لا جايز العيد. هذا تاع سلة شيخ، هذا سلة الله يبارك، هاك شوف خروف ما شاء الله. Thank you.
السلعة كاملة سلعة تاع شي ثلاثة ولا جبال ها لبن طويلة ديال كلش ماشي السلعة تاع هذا ها الحبوب راه مخسرة لا والو كلش صافي كلش كلش بالكارونتي ها عمي وريح بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك عندنا سلعة سلعة البورخة دير زوج ملايين ونص حتى ثلاث ملايين وخمسمية، وعندنا في الطرف هذا عندنا بركوس دير تاع الوطن من 4 ملايين حتى 6 ملايين و500. بالنسبة للبيع والشراء راهو يجي أي إنسان يخير السلعة اللي يحوس عليها هو يفارسي عليها الشيء اللي يستطيع، ونهار كي يحب يهز السلعة نتاعه ويكمل لنا الشيء اللي كتب ربي الشيء اللي يبقى بيناتنا ويهز السلعة نتاعه، والسلعة نتاعه تقعد عندنا هنا تقعد عندنا هنا حتى النهار يحب هو يجي يهزها برضايته، يسمى ما نقلقوه ما والو حتى النهار عرفة. الماكلة والشراب علينا حنا، بقات بالنسبة للسلعة راهي سلعة كارونتي، بقات حب على يد الطبيب ما كانت مشكل، بقات المهم السلعة كلش الشروط كلها راه متوفرين عندنا هنا. ولا بعدنا كيما نقولوا حنا تسمى تفهمني نقطة البيع هذه تسمى يوميا. يومين نفتحوا السبعة ونص تاع الصباح ولا السبعة قد قد حتى لليل، احنا هنا نهار كامل من حتى العرفة ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. انتما راح تزيدوا تجيبوا سلعة ان شاء الله، راه عندنا منتوجة واحدة اخرى وجاي، وان شاء الله احنا ماذا بينا كيما نقولوا احنا الناس تبادر تجي تشري بكري خاطر ساعات السلعة اسمها ما تقعدش. اللي يحوس يجي يشري بادر يجي ماركي حاجه اللي عجباتو ويخليها هنا عندنا ويفرسي عليها مشكا ما عندوش يفرسي عليها حاجه خفيفه نهار كي يحب يجي يهزها يكمل لنا شي اللي بقى وربي يقبل الجميع ان شاء الله.